السلام عليكم متابعي الملالية كويزين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله يا ربي اليوم نوجد معكم واحد الكراتان، غنديروا في الطاجين هذا اللي كيدخل الفران ولا تقدر طيبه فوق البوطه، المهم على حسب اللي بغيتو. عندي هنا جنحان ديال الدجاج مغسولين، البطاطا غادي نقطعها، عندي واحد البصله صغيره مشلضه مع دريسات ديال الثومه، العطريه عندي سكينجبير، التحميره والملح باش نملحو، السودانيه واحد المعلقه صغيره الخرقوم، وهذه ايطاليان سكراولن. اللي ما عندوش دائما كنقولها يدير الزعتر، وعاد غادي نزيد شي وريقات ديال سيدنا موسى ولا ديال الرمل، وزويته باللي باش غادي اللي غادي ندير. المهم غادي واحد نص كاس ديال الماء باش من نساش ما نقول لكم، دابا غنجيبو. المهم واحد نص كاس ديال الماء، ودابا غادي ندوزو ان شاء الله يا ربي باش غادي نبداو. ودابا ندوزو الطريقه ان شاء الله يا ربي. المهم كما كتشوفوا غادي ندير هاد العطريه هنا، بسم الله. انا غنطيب اليوم في الطاجين، نتوما ديروه في اي حاجه بغيتو. كما قلت لكم غادي نزيد واحد شويه تاع الماء، وغادي نزيد ديك الزويته، غنخلط كلشي، شرمل في ديك الجنحان، بسم الله على بركه الله. المهم تبقى الاختيار لكم، تقدروا ديروا اي حاجه، طريفه ديال الدجاجه كامله مقطعين، المهم لكم واسع النظر. انا هذا الجنحه اللي كانوا عندي متوفر اليوم، ثم اي حاجه عندكم ديروها على بركه الله. صدقوني راه كيجي ولداد، ايوا دائما. مهم الواحد كي يحاول مره اللي جاتو في البال يديرها وصافي، هذا مكان. المهم انا هذا كاقتراح ديالي، وانتم لكم واسع النظر، تقدروا تشدوها كفكره وتزيدوا شي حاجه اللي بغيتو من عندكم. المهم كما كتشوفوا انا مشرمل ديك الدجاج، غادي نزيدو ديك البصله مع الثومه. انا ما غنديرش الربيع حيت راه فيها ديك ايطاليان سكرادن، هي هذيك راها كافيه. المهم ودابا غادي نقطعو حتى هاد البطاطا ونديروها، صدقوني راها تجي طبق لذيذ ما تشبعوش منه. شوف هذه كندير معها الموس مع مزيته. المهم نتمنى الطبق ديالي ديال اليومين الاعجاب ديالكم. اجي لهنا انت، هذا راه نقي، راه نقي عندي ديك لاباب. نتمنى الطبق ديالي ديال اليومين الاعجاب ديالكم، وتجربوه تاكلوه بالصحه ولهنا نتوما والحباب ديالكم والعائله ديالكم ومع عزاليكم. المهم كفكره ديال الغش غدا 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 والعشاء، لا اله الا الله محمد رسول الله. يا الله ما تديش عليا شي مره كنبقى ندخل ونخرج في الهضره مع الرحمن. ايوا المهم هذه فكره كواحد يدير الغدا ولا العشاء. المهم دابا حنا اليوم هذا النهار تاع من الحراره غادي نديرو ان شاء الله يا ربي تعشاو مع الشليضه مع شي حاجه اخرى، نشوف اش نديرو عاود للدراري. ايوا هذا مكان وحنا دابا كنمشيو لديك الحاجه ديال الخفان زربان، صافي. المهم البطاطا بغيتو تشطفو لتحت شطفوها، بغيتو ديروها الفوق ديروها، خليها انا نديرها لتحت ديك الدجاج من الفوق باش نعري عليه ديك الساعات باش نخليه يتحمر. ها غادي ندخلها للفران، نتوما بغيتو طيبوها تاع البطاطا راه ممكن. انا غادي نحاول ديك البطاطا نديرها من التحت. على فكره انا كنخدم بيدي يا اختي، يا حنا كمسلمين ولا كعرب راها ما كتبرر لينا الخدمه عالية. لا هذا ما كان قدروش نبقى ندير شي معلقه ولا هذه، المهم اليد كتبرد لكم على بركه الله. نتوما كتشوفوا ندرد ديك البطاطا لتحت، والدجاج عندي نديرو من فوق. الصلاه على الحبيب. ودابا ما تزابيوش وخليكم معنا حتى الاخر، وغادي نشوف نوري لكم الشكل ديال الطويجين ديالي كي كيجي على بركه الله. راح فيه كل شيء، غادي الا زدت غادي نزيد ليه واحد شويه ديال المهنه في الجناب، ها هو نزيد واحد شويه. المهم كاس ما عامرش ديال الماء، وغادي نشد عليه ونديه للفران. الطاجين ديالي من بعد ما كيقرب يطيب راه كيكون على هذا الشكل هذا.
ها انتم كتشوفوا غنزيد واحد 5 ولا 10 دقائق ومن بعد غادي نعري عليه ونخليه يتحمر من الفوق. راه انتم كتشوفوا راه طاب ومن دابا يزيد واحد شويه ونشعل عليه ونخليه يتحمر ديك تحمر ديك الجنيحات من الفوق وصافي الطاجين ديالي ها هو واجد. نتمنى ان شاء الله يا ربي نجربوه يعجبكم، ودائما كما كنقولوا نعاودها لكم، فضلا ليس امرا تعليق لايك ابوني ضغط على الجرس باش يبقى يوصلكم كل شيء. وكما كتشوفوا دابا هذا الطاجين ديالنا ان شاء الله يا ربي لهاد النهار هذا. المهم خليكم باقي غادي نشعل عليه يتحمر من الفوق ونتلاقاو من بعد ان شاء الله يا ربي. الطاجين ديالي من بعد ما كيوجد راه كيجي على هذا الشكل هذا، ها انتم كتشوفوا من بعد ما طاب وجد كاع ديك ساعتي عريت عليه الغطا ديالو وخليته يتحمر من الفوق باش كتحمر ديك الجنيوحات. المهم هذا هو العشاء ديالنا، نتمنى يعجبكم ودائما كنقولوا نعاودها شحال من مره غير سمحوا لي صافي باقي كنبسل عليكم. المهم شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده وخليت لكم الراحه والهنا وحتى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي، والسلام عليكم.